وبعد كده طلع في حد حق الرفرف بتاع العربية ال 28 الحمراء بتاعت سيادتك، مش كده؟ ايه ده؟ انت عرفت منين؟ تكونش انت قاضي اللي خبطت العربية؟ ده انت انهارك ازرق علي النعمة، ما حسيبك غير لما تجيب 2000 جنيه حق الرفرف. يا معلم حرام عليك، انا كنت في بطن امي ساعتها، هخبطها ازاي بس وانا في بطن امي؟ بعدين الرفرف ايه اللي ب 2000 جنيه؟ ساعتها العربية كلها كانت ب 300 جنيه بس. أمال عرفت منين حكاية العربية؟ من الكوكهات اللي قابلك يا معلم، كلكم حافظين نفس الحكاية. ولا حسك عينك أسمعك تقول على حد غيري إنه كوكي، وبالذات الجماعة النصابين اللي بره دول، فاهم ولا لأ؟ فاهم فاهم يا معلم كوكي فاهم. ممكن بقى حضرتك تنجز ونخش في الموضوع؟ موضوع ايه؟ موضوع سرايا يا معلم كوكي. اقولك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ قول اي حاجة يا معلم، انا راضي باللي يطلع من ذمتك. هقولك على حاجة، احكي لي عن اول مرة شفت سرايا. ولو انك راجل افل بس اصبت الاختيار. وانا هعتبر نفسي ما سمعتش نص الجمله الاولاني. احكي يا معلم. يا سلام عليك يا واد يا كارم، شويه فخفخينه انما ايه ملهمش حل. اسمه فروت سلاد يا بني ادم. كلاني الفاكهه دي اكيد من عندكم المحل صح؟ طبعا. وهو في حد عنده فاكهة زي اللي بتاكلها دي؟ انا قلت كده برضو، اصلا مسخة قوي. هي مين دي اللي مسخة قوي انت؟ الفاكهة بتاعتكم بيتا، وبتضحكوا على الناس وتبعوها لانها صبت صح؟ ازاي الكلام ده يا كريم؟ دي فاكهة كيلاني ما يختلفش عليها اتنين. قول له يا كاظم. هو اي نعم انا قبل كده جيت اقشر موزة من عنده وطلع جواها خيارة، بس مش مشكلة يعني، كفاية ان الخيارة كانت صابحة. انت بتقول ايه انت التاني؟ يالا جراي يا عم كيلاني، في ايه؟ صحابك وبيهزروا معاك. هزارهم رخم يا كارم. خلاص يا جماعة ما حدش يهزر مع كيلاني عشان بيزعل من الحقيقة. تصدقوا ان انتوا عالم واطية، ومن النهاردة اي حد فيكو هياخد حاجة من المحل هيدفع تمنها. الله، في ايه يا كيلاني؟ ما يبقاش زعلك وحش كده، احنا بنهزر يا راجل بنهزر. جر ايه يا كيلاني يا اخوي؟ هو الواحد ما يعرفش يمزح معاك شوية؟ ايه العربية دي يا جدعان؟ دول سكان جداد دول ولا ايه؟ ازاي السواق ده يركن العربية على باب المحل كده؟ انا هطلع اهزقه. يا اخي اصبر شوية. انت ازاي يا غرع انت ترمي بوز العربية على دخلة المحل؟ لا مؤاخذة يا أخوي، ما كانش يقصد حقك علي. هو مين ده؟ أنا اللي قلتله يركن هنا عشان أطلع الحاجة بتاعتي. أنت تعملي اللي أنت عايزاه، لو عايزاه يركن جوه المحل هخليه يعمل كده. تسلم يا أخوي. محسوبك كيلاني صاحب المحل ده واربع اخواته، وساكن معاكي في نفس العمارة. عاشت الاسامي يا سيكيلاني، وانا اسمي سرايا. وانا بقى محسوبك اسمي كريم، عازب وحداني وبدور على اللي يونسني في وحدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيطلعوا امتى دول؟ بيطلعوا اي وقت حضرتك تختاريه. بقولك ايه يا جدعان، اقف معهوج واتكلم عدل بدل معدلك انا. سيبك منه وركزي معايا، انا كارم. نعمني يا سي كارم. اصلا انا شايفك معاكي حاجات كتير، تحب اساعدك؟ متشكرين، مش محتاجين مساعدتك في حاجه. تبقى محتاجه مساعدتي انا كاظم شاعر ومرهف الحس. الله، وانا مالي مرهف ولا مش مرهف؟ ده ايه الهم ده؟ جرى يا جماعه، احنا هنقعد نحكي في المحكي. ما خلاص الست مش عايزة وجع دماغ. يلا يلا كل واحد وراه مصلحة يروح يشوفها. يلا ماشي يا خلاني، راحتك.
كده يا كلاني بتطردنا؟ ابقى شوف بقى مين هيعمل لك المفتقة اللي كنت عايزها. والله ورخيصت يا تفاح. ما تمشي بقى قاضيت هو، ما توجعوش دماغنا بقى. معلش يا ست البنات، لمؤاخذة يعني لو كلامهم زعلك. ما جراش حاجة يا سكلان، حصل خير يا سكلان. أنا كنت ممكن أبهدلهم لك على فكرة، بس أنا الصراحة عذرهم. إيش معنى بقى يا سكلاني؟ بصراحة ومن غير ما تزعلي، عشان محدش يقدر يشوف الجمال الرباني ده كله ويقف ساكت. جرى إيه يا معلم؟ هو أنت كمان هتعاكسني زيهم ولا إيه؟ مش معاكسة، دي حقيقة. اللي ما يشوفش نور الشمس يبقى أعمى، ولا مؤاخذة ما بيشوفش. ماشي يا معلم. طب بقولك إيه؟ أنت معاك حد يطلع لك الشنط دي كلها ولا ساعدك؟ لا ملوش لزوم، أنا هطلعها كده مع نفسي واحدة واحدة. ملوش لزوم إزاي؟ أنا هطلع لك الشنط دي كلها بنفسي. يا أختي إن شاء الله تسلم وتعيش. تعالى يا أسطى، حسابك كام؟ وانت بتعمل ايه يا معلم؟ بقولك ايه؟ علي النعمة لحسبه. يا معلم ما يصحش يا معلم. كريه يا ست سرية، انت عايزة تركبينا الغلط ولا لمؤاخذة ايه؟ احنا مش جيران برضو. جيران يا معلم، محدش قال حاجة، بس برضو ما يصحش يا معلم. من غير بس، انا خلاص حلفت، ولا انت عايزة تنزلي لي الحلفان؟ خلاص يا معلم اللي تشوف. رسالة إلى الويل، رسالة إلى الويل. على مهلك يا سكلان، أنا عارفة إيه اللي خلاك تشيل الشنط دي كلها، ظهرك هيوجعك. ده أنا عندي استعداد أشيل قدهم 10 مرات، بس انت تأموري. اللهم صل على سيدنا النبي، ان شاء الله يبارك لك في صحتك وفي عافيتك يا رب. طب استأجز انا بقى. طب ادخل خد نفسك الاول، ده انت تعبت معايا قوي. معلش معلش، مرة تانية بقى. بالحق، هتلاقي الصبي بتاعي بيخبط عليكي كمان شوية. ابقى يعني خدي منه الحاجة اللي معاه. حاجة ايه يا اخوي؟ ابدا، دول شوية كباب وكفتة على شوية طر على كم فرخة وكم بوز حمام وشوية فاكهة كده عشان تتعشي. نهار ازرق، هتعشى بكل دول يا معلم لوحدي؟ قليل، مش كده؟ ازود لك شوية بومبار وكوارع. قليل ايه بس يا معلم؟ ده اكل يعشي فرح، ده كتير قوي. مفيش حاجة تكتر عليكي يا ست البنات. بقولك ايه يا سكلاني، انا مش هقدر اقبل كل الحاجات دي. انا هاخد الفراخ بس. يا ست اعتبريهم هدية السكن الجديد. وبعدين انا مش عايز اسمع منك الكلام ده تاني، واي حاجة تحتاجيها انا تحت امرك. ده احنا جيران، وان شاء الله هنبقى اهل. قصدك يعني يا معلم اهل ازاي؟ قصدي اقول ان الجيران المفروض يبقوا اكتر من الاهل، مش كده ولا ايه؟ كده يا سكلان. لا لا لا، كده كتير، انا مخي قرب يشيط. مالك يا دكتور تتنطط ليه؟ معلش سؤال صغير. اتفضل. انت متأكد انها خليتك انت اللي طلعها الشنط واستلطفتك انت دونا عن باقي اصحابك؟ امال انا كذاب يعني؟ لا ازاي، حضرتك مش كذاب، وكارم مش كذاب، وكاظم مش كذاب. انا اللي استاهل ضرب البلغ عشان قبلت بالشغلانه دي. انا من الاول والله
وانا شاكك انك سباك. حقك عليا يا عم كلاني، انا غلطان. خلاص ياض ما تتأسفش، مفيش راجل يتأسف حتى لو كان غلطان. بس انت مش فاهم، كل واحد فيكو بيقول لي انه هو اللي وصلها وانه هو اللي خلاها تستلطفه. كذابين يا دكتور، كلهم كذابين، اوعى تصدقهم، دول عايزين يبعدوني عن الانسان الوحيدة اللي حركت صباطة قلبي. صباطة؟ طب اذا افترضنا يا معلم انهم اشرار وكذابين وانت شرير وبتقول الحقيقة، ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ انا اقول لك بقى ايه اللي حصل بعد كده.